سلام صحباتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم تحضيرات عيد زواجي، وغادي نبداو اول حاجه اشنو غادي نوجدوا اليوم للعشاء. اول حاجه كما كتشوفوا هنا ضفت الطونه ولا الطون، ضفت جوج معالق من المايونيز وخديت سوريمي وغنقطعو بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. اليوم البنات بنشارك معكم واحد العشاء اللي هو سهل، يعني ما يحتاج اننا ندوز نهار كله في الكوزينه في الفران البوطا نو، يعني بغيت ندير عشاء خفيف يعني نصاوبو يكون لذيذ، ولكن حتى انا ما نتعبش فيه لانه حتى هو حتى هذا عيد زواجي، حتى انا لهذا حتى انا ما خصنيش نتعب فيه. وكيف ما قلت لكم خصوصا الا كانت السيده خدامه ولا هذا وبغات تستمتع بداك النهار، يعني من الاحسن دير شي حاجه تسهلين. وكما كتلاحظوا هنا زدت شويه المايونيز، يعني في هذا الخليط هذا من الاحسن ما ديروش مايونيز كثير لحقاش الا جات مرخوفه ما غاديش تشد لكم مزيان في الكنابيز، لهذا ديروا المايونيز شويه بشويه حتى تشوفوا توصلوا النتيجه اللي بغيتو. هادو البنات اللي كنعمر راني وريتكم في الفلوغ اللي فات منين خديت كل شيء اللي غادي تشوفوا هنا زعما اللي غنخدم به في الطبخ اليوم، لهذا دو خديتهم من ميركادونا وتقدروا تعمروهم بالملح ولا بالحلو اللي بغيتو، تقدروا تصاوبوا فيهم حتى ديروا فيهم كريم باتيسري وديروا فوقهم لي فخوي ولا اللي بغيتو، يعني الا قلت جوج حاجات. بالحق انا اختاريت نديرهم المالح وصافي كنعمرهم بهاد الحشوه. ودرت كتزين درت هاد يعني الزيتون الخضر ولا ديروا الكحل اللي بغيتو ولويت عليه لانشوا بحال هكا وصافي. يعني راه كنت كنسجل اللقطات بالحق ما سجلت لهذا وريتكم وحيده كيفاش درت ليها، يعني ساهلين مهلين ما كتعذبيش فيهم، يعني تقدري مثلا هاد الحشوه توجديها بالليل وفي الصباح، ولا مثلا زعما الصباح ملي تكوني كتشقاي توجدي الحشوه بالليل عيد تصاوبي هادشي تعمريه، يعني مكياخدش وقت بزاف، عشاء زوين وخفيف. وهنا البنات غناخذ هذاك الخبز اللي وريتكم محمص حتى هو كيتباع وتقدروا تصاوبوه في الدار اللي عندكم الوقت، ديروا خبز مربع تقطعوه وديروه في الفران حتى يتحمص وتنسموه بشي حاجه الا بغيتو ولا اللي بان لكم. هنا البنات غناخذ السلمون مبخر، وهنايا راه منسم بالحق تقدروا تلقاوه في اي بلاصه، يعني المنسم واللي ماشي منسم. انا هذه المره حبيت نجرب المنسم يعني ديما كنجرب صراحه اللي ما فيهش يعني اللي ما منسمينوش، وهذا منسمينو بشويه البهارات. وغناخذ نفس الحشوه غادي نبدا نديرها لهاد الخبيزات ولا هاد الخبز المحمص هذا، وغنبقى نحط فوقه السلمون كيف ما كتلاحظوا، يعني شي حاجه بسيطه بالحق كيجيو لذادين بنانين وكيعطيو ديكوراسيون زوينه في يعني في المائده ديالكم ان شاء الله. دابا تشوفوا كلشي في النهايه واكيد كيعجبو كلشي، ومنها يعني تكوني كتفرجي في فيلم ولا مهم ماشي غير عيد زواج، تقدروا تصاوبوا محتاكا يعني ماشي نهار لما بغيتو تديرو شي عشاء ثقيل بغيتو شي حاجه خفيفه تقدروا تصاوبوا هاد الكنابيس ولا هاد الطاباس، كيجيو صراحه لذادين منها كتفرجوا ولا كيكون عندكم صحابكم كتهضروا مجمعين وكتاكلوا فيهم كيجيو زوينين وكيشبعوا زعما بالنسبه للعشاء. بالنسبه للحشوه الثانيه بغيت نبدل البنات، يعني ما نديرش نفس الحشوه اللي درنا قبل، اختاريت غنحتاجوا لهاد الفرماج هذا اللي دهن ولافوكا وسالمون. كما كتشوفوا غناخذ هذا الفرماج هذا، كما كتعرفوا الفرماج هذا المعروف للدهن كاين بزاف ديال الماركات، انا خديت ديال ميركادونا، تقدروا تاخذوا فيلادلفيا يعني اللي بغيتوا، تقدروا ديروا المنسم او غير منسم، انا فضلت ندير غير منسم. وغندهنوا هذه الخبيزات ديالنا، ومن بعد غادي نضيف شرائح ديال السلمون فوق كل وحده وندير لافوكا. وكيجيو البنات هاد الكنابيس يعني مقرمشين ولذادين، من الاحسن تصاوبوهم في الوقت اللي غتاكلوهم، يعني ما تصاوبوهمش يعني في الصباح باش تاكلوهم بالليل لانهم كيرطابوا بديك الحشوه اللي فوقهم، لهذا صاوبوهم يعني ما كنظن حسن ساعه قبل ما تعشى ولا ساعه ونص بحال هكاك، حسن ما حسن تصاوبوهم في الوقت اللي غادي تاكلوهم النيت. وزعما راه كاين بزاف ديال الحشوات اللي تقدروا تعمروا بهم هاد الكنابيس، تقدروا ديروا بزاف ديال الانواع يعني مختلفين، غير هو كما قلت لكم انا اختاريت ندير هادو صافي لانه بغيت ندير مائده خفيفه وغير جوج الناس، لهذا مره اخرى ان شاء الله نديروا حاجات جدادين ان شاء الله. واختاريت كما قلت لكم البنات ندير العشاء، لحقاش بزاف البنات كيقول لي يعني عواطف كدير العشاء وحتى انت هذا عيد زواجك خصك تستمتعي، يعني علاش ما كتخرجيش علاش هو ما يعرضش عليك العشاء وداكشي. اغلبيه المرات كيجي عيد زواجنا البنات في وسط السيمانه، لهذا كنفضل ندير شي حاجه في النهار بالضبط ديال عيد زواجي، يعني ما نتسناش حتى يدوز سينو كيعجبني داك النهار. واغلبيه المرات كيجي وسط السيمانه، اكيد راجلي كيكون خدام حتى انا كتكون عندي الخدمه كيكون راكم عارفين الشغل وهذا، لهذا كنفضل نحتفل به ديك النهار واخا غير عشيوه كنهضروا كنضحكوا داكشي. واكيد نهار السبت ملي كيكون عندنا وقت كنمشيو كنخرجوا نتعشاو على برا وصافي، يعني ماشي من الضروري زعما كون كيجيني وسط السيمانه اكيد ما غاديش نطبخ غنخرجوا نتعشاو على برا، ولكن تنفضل حتى الجو الصراحه ديال الدار كيكون زوين. لهذا بغيت نقول لكم زعما راه ماشي حقاش انا كنحتفل بيه ديما غير في الدار وكنطيب وصافي، سينو اكيد نهار السبت كنخرجوا على برا وكنحتفلوا به برا وكنخرجوا نتعشوا على برا. كما قلت لكم لحقاش في العيد الزواج اللي فات قالوها لي البنات، علاش نتوما زعما البنات ديما نتوما تطيبوا هما لا، يعني علاش هما ما يعرضوش عليكم، وبغيت نوضح هذه القضيه.
صافي كما شفتوا التزيين ديال الكنابي اللي سبق. دابا البنات غادي ندير شويه الزبده تشحر في المقلات وضفت عليها هاد الكروفيت باش نشحروا. درت شويه الابزار والليمون. وكما قلت لكم انا اصلا خسر ليا الفران، لهذا البنات كندير واحد العشاء اللي ما نحتاج فيه حتى الفران. وهنا البنات غادي نشد الفلفله الحمراء الخضراء والصفراء وغادي نزيدها على داك الكروفيت اللي نقيته، وغادي ندير بحال الشكل ديال ديال البروتشيتا. البنات هادو تقدروا ديروهم فوق البلانشا ولا تشويوهم زعما، ولكن انا درتهم بهذه الطريقه باش تعرفوا انه يعني ما تحتاجوش تشعلوا لا فاخر لا تشعلوا يعني شي حاجه سهله مهله اي واحد يقدر يديرها. لهذا تقدروا ديروهم في الفران، تصاوبوهم باقيين خضرين وتديروهم في الفران، كيجيو بحال اللي زعما كيجيو مشويين، يعني ما تحتاجوش تقابلوهم، غير ديروهم وتخليوهم تشعلوا عليهم النار هاديه. بالحق انا درتهم في المقله لان داكشي بغيت نديرو سريع، ما عنديش الوقت باش نبقى نقلب ونقاد ونصاوب. لهذا حتى شحرتهم مزيان ودرتهم في هاد هادو اللي كتشوفوا، يعني صراحه كيجيو لذادين خصوصا ملي كتاكلوا الكروفيت مع الفلفله مره واحده، كيجيو لذادين مع بعضياتهم وصحيين. يعني الفلفله فيها بزاف ديال الفوائد، وكعشاء كما قلت لكم كعشاء خفيف ظريف زوين كيجي لذيذ، وفي نفس الوقت زعما كعشاء كيشبع وداكشي ما يحتاج زعما نديرو بزاف ديال الحاجات. واكيد على هادشي كلشي تقدروا تضيفوا مثلا تشيبس المكسرات داكشي كل واحد شنو كيعجبو. انا هنا شاركت معكم الفكره ديالي باش نزيدوها على افكاركم، وديك الساعه كل واحد كيزيد من عنده. انا يعني هاد المائده درتها من عقلي، يعني خرجتها من عقلي، قلبت على افكار اللي نقدر ندير ودز، يعني المائده كانت من عقلي ماشي زعما شتها يعني شي حاجه تهيد نديرها ودرتها. قلبت على كنابيس شمن نوع الكنابيس شنو يعني افكار، ومن بعد درت المائده ديالي. وكما كتشوفوا هاد السيترو اللي قطعت زينت به طبق ديال البروتشيتاس اللي صاوبت، دابا تشوفوا كلشي في الفينال. وهنا غادي نديروا البنات شي حاجه حلوه، هما كتشوفوا ضفت تقريبا جوج معالق ديال الحليب كبارين وضفت عليهم الشوكولاط كحل. هذا كما قلت لكم باش نصاوبوا الديسير. ان شاء الله الا عجبكم هذا الفيديو وعجبتكم نبقى نشارك معكم مائده رومانسيه، ان شاء الله نشارك معكم مائده ان شاء الله عام قريب، ونديروا ثاني حاجات مختلفه باش الناس يكونوا عندهم افكار، خصوصا البنات اللي ما عندهمش الوقت باش يطيبوا كيبغوا شي حاجه خفيفه. كاين اللي ازواجهم اصلا ما كيبغوش داكشي الماكله ثقيله مثلا بالليل، لهذا من الاحسن نديرو شي حاجه بحال هكا خفيفه. وكما كتشوفوا ذوبت الشوكولاط درت مع الحليب باش يجني ساهل في التذواب، ما نحتاجش ندير لي حمام ماريا. وخديت الفريز، خص ضروري الفريز ملي تغسلوه تمسحوه مزيان تنشفوه مزيان باش الشوكولاط يشد فيه، لحقاش الا ما كانش ناشف ما كيشدش فيه الشوكولاط. نشفوا الفريز مزيان وندوزوهم الشوكولا الكحل ديالنا. تقدروا ديروا الشوكولا بالالوان اللي بغيتوا، انا كنفضل الكحل، يعني تقدروا تاخذوا البيض وديروا فيه ملون وديروا الفريز بالالوان، ولكن انا فضلت نديروا كحل. اول حاجه سهله مهله ما نحتاجش نبقى نلون ونرون. لهذا كنصحكم ديروهم، بصراحه كيجيو لذادين، انا اول مره غنجربهم، كنظن لادي اول مره وصراحه عجبوني بزاف كيف جاوا مع، يعني ملي كتاكلي فريز مع الشوكولا كيجيو واعر، يعني كناكلو ابارتي ماشي بهذه الطريقه، بالحق بهذه الطريقه جا لذيذ. وهنا البنات خديت الشوكولات الابيض ذوبته في هذا في حمام مريم وصافي درتو في هذه البلاستيكه هذه، يعني واخا ما يكونش عندكم حتى البوق ولا هذا تقدروا ديروا داكشي كما قلت لكم بحوايج عندكم في الدار. خليتو حتى دفى شويه هذا الشوكولا هذا، وبديت كنجرب كيفاش الخطوط اللي بغيتو يخرج، يعني درت واحد الثقيبه صغيره في التحت وبديت كنجرب حتى حصلت على الخطوط اللي بغيت، عاد بديت كنديرو فوق الفريز. وكيف ما كتشوفوا بديت كندوز هذه الخطوط هذو فوق الفريز وكيعطي واحد الديكور زوين راقي وكيشهي، يعني من النظره كيشهي. صافي دابا غنخليهم في الثلاجه يبردوا وغنبدا بتجهيز نفسي. اكيد وجدت الحوايج اللي غادي نلبس، يعني من الاحسن توجدوا حوايجكم، ومن بعد اكيد لي زاكسسوار ديالنا. كما كتشوفوا هنا خديت شي حاجه سامبل لاننا غير في الدار، وهذا يعني السنسله ديالي بدلت لي مولفه كندير سميطه، يعني تقدروا تلبسوا لباس تقليدي، يعني كل واحد شنو اللي كيعجبو. وغادي نبدا يعني كما قلت لكم في تحضير نفسي من بعد ما ساليت هادشي كلشي جمعت كوزينتي. صافي غادي نبقى غير انا يعني غنرتاح وغنخلي الطبله ما غنوجدهاش حتى نلبس حوايجي ونقاد كلشي، وديك الساعه غادي نبدا نوجد في الطبله. ولا تقدروا مثلا ديروا الدوش ديالكم تلبسوا البيجاما ديالكم حتى توجدوا الطبله، من بعد تلبسوا اللباس اللي بغيتوا تلبسوا، يعني كل واحد يدير داكشي اللي كيرتاح ليه. من بعد صافي كما قلت لكم غادي نمشي ناخذ الدوش ديالي، لحقاش اكيد من بعد الطياب ولو طيب غير شي حاجه قليله ضروري، يعني ما كتكونسونطرا لك ريحه الماكله في الشعر ولا في الجسم ديالك. لهذا من احسن الانسان ياخذ لي واحد الدوش منها هو يرتاح ومنها تكون فيه رائحه طيبه. هنا كما كتشوفوا غنوريكم منتجات اللي استعملت للدوش. هنا شعلت الشميعه كما كتشوفوا، لان الشميعه كنحمق عليها، وهذه يلاه جديده خديتها دابا نوريها لكم من بعد. هاد الشامبو البنات اللي استعملت رائع، صافي قرب يسالي بقات فيه يمكن استعمال واحد من عند الريبوتيكا، رائع بزاف بزاف اللي لقيت لي انا، نخلي لكم في لاباغ دانفو الثمن ديالو مناسب وسي واعر، غندير لكم فيديو خاص عليه لانه عجبني،
يعني كيقوي الشعر وكيطوله. ومن بعد استعملت هذا الكريم هذا اللي توصلت به من عند سيفورا اللي هو كديريه يعني لشعركم وكتخليوه دقيقه وحده. لهذا حبيت نستعمل هذا كديروه دقيقه وكيعطيكم واحد الترطيب واحد الرائحه رائعه وكتحسي بالشعر ديالك مغدي ويعني كيستانو تريدو يعني كتحسوا به مغدي مزيان وفيه ريحه الكوكو كتحمق. وكما قلت لكم كيحتاج غير دقيقه صافي وكتغسلوا شعركم. وكجيل دوش استعملت هذا الجيل دوش هذا من ايفروشي اللي الريحه ديالو كتحمق. الا كان كتعجبكم ريحه المانغ كنصحكم بهذا الجيل دوش هذا ديال ايفروشي رائع الا كانت كتعجبكم ريحه المانغ. لهذا استعملت هذا الجيل دوش هذا. ومن بعد باش تبقى لكم ديك الريحه فخيش ديال المانغو استعملوا حتى الكريم ديالو. الكريم ديالو حتى هي رائعه كيفما هي كتشوفوها حتى هي كدهنوا على الجسم ديالكم كامل كترطب والريحه حتى هي ديال المانغ كتحمق. وهذا الشيء تقريبا هو المنتجات اللي استعملت في الدوش ديالي. تقدروا ديروا قماش حمام مغربي يعني كل واحد يدير اللي بغا. انا قلت لكم حمام خفيف وصافي. وك باش نطلق الريحه يعني من كل نوجد راسي وندير ماكياج وهذا كيعجبني شم الريحه حتى هاد العويدات اللي كتوصلت بهم راني وريتهم لكم في الفلوق اللي فات وغنخليهم لكم في لاباغ دانفو اللي الريحه ديالهم كتحمق حتى ما توصلت بهم عند مير روبوتيكا. صراحه هاد مير روبوتيكا كنصحكم تدخلوا تشوفوا عندهم داكشي كيحمق واعر 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 والله بدون مجامله. وعندهم حتى هاد الكريم هادي ولا هاد الزبده هادي اللي كتجي هكا قاصحه باش ديروا بها مساج ولا ديروها شنيفكم والريحه ديالها كتحمق. انا هدرتها في الاماكن اللي غندير فيهم البارفان باش تدي البارفان مده اكثر وكتكون الريحه قويه. واصلا هي ريحتها رائعه فيها واحد الريحه ديال الشوكولا مع المسك الشوكولاته الابيض مع المسك يعني الريحه اللي شميت انا فيها. وبهذه الطريقه كنكون يعني كنشم ريحه زوينه وانا كندير في المكياج ديالي. بالنسبه للمكياج اختاريت ندير مكياج خفيف ثقيل فهمت الطاو. المهم غادي نستعمل هاد الفوندو حتى هو ثقيل شويه ديال كلينيك اللي هو التغطيه ديالو رائعه زعما كيغطي مزيان. ولكن انا ما غاديش نكثر في وجهي يعني غادي نغطي دوك العيوب اللي بغيت نغطي وصافي. ومنها هو كونسيلر وفوندو تاع يعني تقدروا ديروا حتى الهالات السوداء ديالكم ما تحتاجوش الكونسيلر. لهذا غنستعمل انا غير هذا بوحدو لوجهي كامل كما قلت لكم من عند كلينيك. حتى هو نشوف لقيت ليان ديالو نخلي لكم في لاباغ دانفو يعني نخلي لكم ليان ديال كل شيء ان شاء الله. رائع بزاف زوين. وكما كتعرفوا الماركه ديال كلينيك المنتجات ديالها ما كيضروش اصلا البشره يعني شي حاجه اللي هي زوينه. ومن بعد بالسومبرات اختاريت ندير هاد لاباليت هادي اللي عندي كنستعملها صراحه غير مناسبات ما كنستعملش بزاف لحقاش فيها الالوان شويه قويه. ولكن حتى هنايا خديت الوان يعني اللي هما خفافين شويه الغوز شويه اللون قهوي ترابي وصافي ودمج داكشي فوق عينيا. ان شاء الله ندير لكم الا كنتم مهتمين مكياج خاص بهاد المناسبه ولا مكياج يعني الا بغيتي ديروه في شي مناسبه. كماسكارا استعملت هاد الماسكارا هادي اللي كدير الرموش يعني كديرهم خفافين بحال اللي دايرين الرموش ولكن رموش طبيعيين كتقوي كتكثرهم بالحق ما كيبانش داك الشيء قوي بزاف. يعني لو بغيتي شي حاجه تبان بحال اللي خفيفه راك دايره ماسكارا وما دايراش كنصحكم بهاد الماسكارا. ولكن اللي كيعجبني فيها تقدروا مثلا بالفرحه طيح لكم شي دمعه ولا ما نعرف يعني هاد الماسكارا كتبقى لاصقه ما كطيحش يعني واتر بروف. هادشي اللي كيعجبني فيها يعني هادشي اللي عجبني في هاد الماسكارا ديال اسنس والثمن ديالها جد مناسب تلقاوها في اي مكان يعني في البلايص اللي كيبيعوا المكياج. والمنتج اللي كنستعمل هاد الايام وبغيت نوريه لكم يعني لانه واعر واعر بزاف هو هاد القلم هذا من عند ماك اللي خاص بالحجبان رائع البنات. يعني اول مره من شحال كنستعمل قلم الحجبان لان كنت كنكره شي حاجه شنو هي قلم ديال الحجبان. عندي جيل ولكن هو اللي كنستعمل بصراحه كنحمق على داك جيل بالحق. من بعد ما استعملت هاد القلم اللي غادي نوريه لكم دابا عن قرب مزيان من بعد ما استعملت هاد القلم هذا من عند ماك اش نقول لكم البنات رائع كيف ما كتشوفوا البنات كيفاش كحاولت نرسم في يدي يعني بحال اللي كترسموا شعره بشعره في الحجبان ديالكم كيعمر وما كيبانش يعني ثقيل يعني على حسب كيفاش بغيتوا نتوما. بغيتوا تقلوه كيتقال بغيتوا تخفوه كيجي خفيف صافي. كتمشطوا بعض المشطه اللي اصلا كتجي في القلم صراحه رائع عجبني بزاف هو اللي كنستخدم كما قلت لكم مؤخرا وعجبتني بزاف زعما كيفاش داير. وانا غنخلي لكم في لاباغ دانفو اللون ديالو حتى هو واللين ديالو لو بتاخذوه. انا خديت واحد اللون قهوي لانه واخا شعري كحل كنفضل الحجبان يكون شويه اللون ديالهم فاتح. هو راه ما كيجيش قهوي قهوي سينو كيجي شويه فاتح على الكحل. وهنا يا البنات استعملت الهايلايتر هذا ديال ويتان ويلد لا تقدروا تلقاوه في بريمور. انا مثلا هذا كناخذو من بريمور اللي هو الاضاءه ديالو كتحمق الثمن ديالو جد مناسب يعني من الحوايج اللي هما ثمنهم مناسب داير يمكن 5 اورو فاصلة شي حاجه. يعني كنقول لكم الاتمه ديال الحاجات اللي ما عنديش نقدرش نعطيكم يعني اللين ديالهم تقدروا تلقاوهم في بريمور وصافي. والحاجات اللي ما كنعقلش على الاتمنه راه كتلقاوهم في لاباغ دانفو. وهنا كنستعمل الكافاغاجو هو هذا ديال اسينس اللي كيعجبني فيه هو انه واحد يعني واحد الفاغاجو اللي هو خفيف ولا بغيتو تقلوه تقدروا تقلوه بالحق بغيتو ديروه شويه نتوما بحال مثلا ديروه شويه كيعطيكم واحد اللون طبيعي بحال ما دايرين والو. ولا بغيتو ديروا تكثروا كتزيدوا ديروا زعما كتهزوا داكشي كثير وصافي. يعني هذا هو اللي استعملت كما قلت لكم البنات كفاغاجو كيعطي واحد الحمايه يعني كيحمر لك خديداتك واحد شويه وصافي ماشي بزاف.
يعني كمكياج في البيت يعني كنفضل انه يكون خفيف ولا ثقيل على حسب لوكاسيون عاوتاني. ديك النهار صراحه كانت رشقه ليا ندير مكياج اللي هو خفيف ماشي ثقيل. واصلا حقاش على العكر مثلا فاش كندير شي عكر يكون قاسح مثلا مغموق مغلوق كندير المكياج خفيف. وكما كتشوفوا غادي ندير هذا ديال الروبيو ديال ماك اللي معروف عالميا. هذا اللون هذا كيحمق واحد الاحمر اللي هو رائع تقريبا نفس الاحمر اللي زعما ديال العكر هو نفس الصباغه اللي درت حتى في الضفار يعني نفس اللون. لهذا اختاريت كما قلت لكم هذا اللون لانني اختاريت ندير مكياج خفيف ما غيكون فيه لا ايلاينر لا كحل لا والو يعني شي حاجه خفيفه ويعني يكون العكر هكا شويه شي حاجه مجهده. وبالنسبه للصباغه ديال الضفار مع كتسولوني عليهم بزاف مثلا هذه اللي دايره انا اليوم هذه ديال ريفلون وصراحه ديال ريفلون كيعجبوني يعني من الصبايغ اللي كيعجبوني ولكن كنستعمل ديال كاتريس بزاف الحق اليوم دايره هذه ديال ريفلون وبغيت نوريها لكم اللمعه ديالها زوينه بالنسبه للبنات اللي بغيتو تجربوها يعني في الايام اللي تقدروا ديروها 7 ايام كتبقى يعني شاده اكيد مع الشقه وهذا كطير بالحق ما كنتوش كتشقى وكتبقى شاده. ومن بعد كما قلت لكم خاص بقى اللي قلت لكم في الاول غنستعمل هذا الكريم هذه في البلايص اللي غندير فيهم لي بارفان لحقاش كما في لي بارفان البارفان ديالي ماشي لي بارفان ديالي واحد سمحوا لي يعني غنديرهم في الاماكن بحال مثلا حدا المونياكه ديال يدينا لحقاش هي اصلا كما قلت لكم كدوب كتولي بحال فازلين وفيها الريحه زوينه تقدروا تستعملوها بوحده ما ديروش بارفان وتقدروا ديروا بارفان فوقها. انا مثلا درت البارفان فوقها والبارفان اللي كنستعمل حاليا هو ديال لانكوم لا فيابيل الاخر لانه الاول صراحه ما كيعجبنيش كيجيني قاسح بالحق هذا الاخير اللي خرجوا الريحه ديالو حلوه وزوين كيحمقني هذا البارفان البنات يعني من لي بارفان المفضلين عندي. وكما كتشوفوا انا قربت نساليه هني هو اللي بديت كنستعمل هذا العام وصافي هو اللي كنستعمل ما كنبدلوش قليل فاش كندير شي حاجه هكا خفيفه في الصباح وصافي بالحق في الدار اغلبيه هذا هو اللي كنستعمل. وصافي البنات هادو هما المنتجات اللي استعملت البارفان اللي استعملت حبيت نشاركهم معكم لانكم بزاف كتسولوني عواطف كريم اساس عواطف هادي عواطف هذاك علاش لا نشاركهم معكم اليوم. وهنايا هاد الشميعه كنت خديتها من بريمارك حتى هي الريحه ديالها زوينه وكنصحكم بها والديكوراسيون ديالها زوينه. ودابا من بعد ما وجدت راسي وداكشي غنهبط نوجد المائده ديال العشاء ديالنا. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه البنات الا بغيتو كيف ما قلت لكم مكياج ان شاء الله نبدا ندير لكم سلسله ديال المكياج ان شاء الله نديرها لكم علاش لا قولوها لي في التعليق وديروا لي لايك لهذا الفيديو اللي عجبكم هادشي شاركت معكم وان شاء الله ندير لكم فيديو خاص بالمكياج ندير لكم مثلا كيفاش ديروا الحواجب بلا ناتف مثلا لحقاش انا ما كنتفهمش وكنصاوب حجباني وندير لكم مكياج ديال العينين ندير لكم مكياج كامل عاوتاني المهم اللي بغيتو ان شاء الله نشاركو معكم. وصافي البنات هذه هي المائده حاولت نقدمها بطريقه زوينه زينتها بشويه الشموع الورد واخا الورد راه بدا كينشف ليا كما كتلاحظوا صافي درنا حتى زعما شي مشروب اللي كيعجبكم انا مثلا اللي كيعجبني هو بومس مره كنبدل ولكن بومس كتعجبني مؤخرا لانها شويه رطبه وكتعجبني المذاق ديالها كتفكرني في المغرب. وصافي وزين درت شويه ديال الزيتون شويه ديال الكرنيشو وشويه ديال اسميتو ما عرفتش شنو سميتو الكاتشوفا الخرشف يعني هكا زينت الطبله المائده ديالنا صراحه جات شي حاجه زوينه شي حاجه سامبل سهله لينا حنا النساء باش نوجدوها وكتكون واحد المائده اللي هي كما قلت لكم العشاء كتعشاي مزيان ولذيذ داكشي وما كتعبيش راسك. وبالنسبه للفريز كما كتشوفوا درتو في واحد الكاس وزينتو درت فريز لتحت باش يبقاو زاكين ليا العوادي ديال الفريز وزينتو بولات يعني كويرات ديال الشوكولات البيضاء والكحله. وصافي البنات هذا هو العشاء ديالنا كنتمنى يكون عجبكم كنتمنى نكون عطيتكم افكار. والفكره من هذا الفيديو هذا هو اني بغيت نقول لكم ما تعبوش راسكم في عيد زواجكم يعني ديروا شي حاجه فرحوا الازواج ديالكم من غير زواج في عيد الحب في عيد عادي ما عندكم حتى شي عيد ديروا شي حاجه زوينه فرحوا الازواج ديالكم وفرحوا راسكم يعني راكم تستاهلوا انتي والزوج ديالك تستاهلوا بحال هاد الايام هذه مره كنبغيكم بزاف تهلاو في راسكم حتى نتلاقاو في الفيديو ماجي ان شاء الله. يا حبيبي.